وللمزيد ينضم الينا هاتفيا الكاتب الصحفي الاستاذ احمد سعد، مسؤول ملف الصحه بجريده الاخبار. استاذ احمد ارحب بك. وما بين حريه الانجاب وتنظيم هذه الحريه يكمن جزء كبير من حل مشكله الزياده السكانيه، كيف ترى هذا الامر؟ مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين اولا. ثانيا الامر يحتاج الى جزء من المسؤوليه، الحريه التي تدفعها مسؤوليه الانجاب ليس مثلا رئيس لازم تبقى مسؤول عن الانجاب لتوفير حياه كريمه للاطفال، تربيه طفلين غير مسؤول بتوفي اكثر من اربعه او خمسه او سته، وده بيؤثر على الخدمات الكليه التي تقدم فيها المجتمع، وبالتالي لازم يكون في حريه مسؤوله، حريتك طبعا ان انت تنجب، لكن لازم يتعبها مسؤوليه توفير الخدمات اللائقه والتعليم والصحه لهؤلاء الاطفال، وهذا طبعا يكلف الدوله مليارات من الجنيهات. فكانت وجهه النظر النهارده السائده ان هي لابد ان تكون حريه مسؤوله او يكون في بعض التقييد للانجاب. تمام. طبعا ده بيكون مثلا من خلال توفير حوافز ايجابيه للاسر الملتزمه مثلا على سبيل المثال في الصين، يعني في هذا الاطار. بس ما بتكونش حوافز سلبيه زي الحرمان من التعليم او من الصحه. مظبوط، مفهوم. ده مش هيكون وارد من ضمن الخطه يعني. إذا كنا نتحدث عن المسؤولية أستاذ أحمد فهي المسؤولية مشتركة ما بين الحكومة والمواطنين. السيد الرئيس دعا فيما دعاهم الإعلام إلى المشاركة في هذه المسؤولية. دورك وأنت رجل صحفي مسؤول عن ملف الصحة، كيف تتناول أو كيف تشارك في حمل هذه المسؤولية؟ طبعا من سنوات نحن نعمل في ملف القضية السنوية في القضية السكانية من خلال التوعية، الرسالة الإيجابية للمواطنين التي تخص صحة الأسر بشكل عام، صحة المرأة، حال الالتزام بعدد قليل من المواليد. كل هذه الجدود من خلال النشر، من خلال الوسائل الإعلامية التي نعمل فيها، تساهم بشكل كبير في توعية المواطنين. طبعا لو حضرتك ذكرت لك إحصائيات في تحسن نسبي، يعني احنا دلوقتي حوالي 2.8 طفل لكل سيدة. قبل كده من حوالي 10 سنين او اكثر قبل كده كان حوالي مثلا 6 اطفال لكل سيد، ففي تحسن نسبي. طبعا الدرجه المثاليه التي نبغي ان نصل لها 2.1 لكل سيده، طفل لكل سيده. لم نصل اليها حتى الان. لم نصل، ما زلنا 2.8 طفل لكل سيد. لكن هناك يعني بوادر ل يعني حلحله الامر، يعني حضرتك كنت بتتكلم عن 6 اصبحت 2.8، إذن في تقدم ملحوظ. في تقدم ملحوظ وفي تحسين في المؤشرات الصحية والمؤشرات المؤشرات السكانية بشكل عام. في السكان الأطفال، قلة عدد الأطفال الذين يتوفون في فترة الولادة. في انخفاض كبير بشكل كبير في عدد الأطفال دول. وده ناتج طبعاً عن انخفاض عدد المواليد. لا، قلة عدد الوفيات ناتجة عن تحسين الخدمة الصحية اللي هي ناتجة في النهاية يعني عن خلال برضه المبادرات اللي أطلقها الرئيس منها صحة الأم والجنين وغيرها من المبادرات الصحية الفترة الأخيرة. تمام. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد سعد، مسؤول ملف الصحة بجريدة الأخبار، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.